أما هلأ وصلنا لمحطتنا التالية ومن عالم الجمال والأناقة رغم كل الظروف، إلا أنه دائما نور. بنقول المنظر الأخير شي بهم كل صبية وكل سيدة مهما كانت الدنيا صعبة. يمكن في ظروف صعبة عم نعيشها وضغوطات مادية، لكن دائما تبحث السيدة أو الأمرأة على أطلالة جميلة أنيقة بسيطة تحافظ على مظهرها الداخلي رغم والخارجي رغم كل الظروف. مثل ما قلنا يمكن اليوم بالصيف سلمى عم نشاهد قديش موضة الإكسسوارات كثير راجعة موضة هي السنة. شفنا بعض الأوقات كانت أحد الصيفيات تلاقي إكسسوار ناعم خفيف، هلا عم نشوف لا أشكال مختلفة، إكسسوارات مختلفة، مصممات للإكسسوارات صبايا حلوين عم يفاجئونا بالتصاميم فعلا كثير جميلة. كيف فينا نطبق هيك الإكسسوار مع ثيابنا أطلالة جميلة وأنيقة؟ رح نحكي عن هذا الموضوع مع مصممة الإكسسوار سارة عبودي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير ميسي، شكرا. كيفك؟ تمام. صباح الخير سارة. صباح الخير سارة. صباحك الأناقة والجمال ودائما الأفكار الحلوة والمبدعة اللي بتجيبي لنا إياها. شكرا يا رب. يسعد صباحك. بالبداية خلينا نحكي يعني في ظروف صعبة وقاسية ظروف مادية يعني، بس مع ذلك بتلاقي المرأة تبحث يمكن على إطلالة بسيطة جميلة تحافظ على إطلالتها، يعني خصوصا نحن بحكم عملنا في ذهاب يومي على الشغل. بالبداية كيف فيني أنا نسق الإكسسوار بما يتلائم هيك مع ثيابي خصوصا بالصيف؟ يعني الخيارات بتكون عندك يمكن أوسع متاحة أكثر. صح. هلا هو أول شيء الإكسسوار لازم يكون بيشبه المكان اللي أنا رايحة عليه، بيشبه الشغلة اللي أنا رايحة أعملها. في اكسسوار للصبح غير الاكسسوار اللي بلبسه المساء غير اللي بلبسه على الشغل، فبدي اعرف انا شو الهدف، يعني انا لوين رايحه وشو عندي، يعني شو المناسبه اللي عندي. هلا هو بالنهايه الاكسسوار مثل ما قلتي صار شغله ضروريه، يعني دائما لازم حدا يحط لو حلق ناعم لو اسواره ناعمه هيك شيء بظل غلاء الذهب كمان الاكسسوار. لا اليوم ما حدا فيه يشتري. لا والجميل يمكن نور بالشيء اللي بتعمله ساره انه هي بتعمل الموديلات اللي بتكون موجوده بالماركات خليني اقول العالميه من الذهب مع الاحجار الكريمه، فانا مثلا مستحيل اقدر اجيب هي القطعة من هي الماركة، ما بدي أذكر الماركات بشكل عام، بس إنه ماركة دائما تطلق تدخل الأحجار الكريمة بأسعار كتير غالية بتشوفيها عند الناس خليني أقول لك المعايشين معنا برات البلد مو من عنا، فهي بتقدر تعطيكي قطعة بمبلغ بسيط بتقدري تلبسيها وبنفس تاخدي نفس المظهر اللي بدك اياه وبتعيش، لانه هي بتوقع انه هن فضه ملبسين بميه الذهب. مزبوط. فبيعيشوا فتره طويله عند الشخص، يعني بيضلوا افضل من الاكسسوار لانه الفضه قد ما طولت وقد ما ضلت بالدرج حتى ما بتنتزع، يعني ما بتروح بتنتزع. ممكن واحد يلمعها يطليها بس تحتاج رتوش صغير او تنظيف او شيء ممكن ترجع جديده مثل اول مره اخذناها. هلا انا يعني بعتمد شوي على الفضه اكثر وبعتمد بالقسم الثاني على النحاس لانه بيخدمني بالشيء اللي بدي اعمله. كمان النحاس بيعيش فتره طويله أكيد. ولونه ما كثير بيغير. اكيد كمان بنطليه بميه الذهب وبحاول دائما يعني انه ادخل معهم الاحجار لانه الاحجار لها خصوصيه كمان، يعني صحيح. إلا هيك معنى كثير عالم بتحب إلا روح شرقية تحسي الأحجار بتحب المرأة صحيح اللي بيحبه وبيكون يمكن كمان قريب من برجه. خلينا نحكي عن القطع اللي معنا اليوم، في عنا عدة قطع، يعني كنا عم نحكي قديش مهم أنا نقي القطعة مناسبة لأطلالتي. مثلا أنا اليوم رايحة الصبح على الشغل تمام بدي قطعة جميلة وبنفس الوقت يمكن لباسك كلاسيكي ناعم ممكن أنا حاول أبرز أطلالتي من خلال القطعة، شو بعتمد بهي الحالة إذا بدنا نورجي بعض الأمثلة للمشاهدين؟ هلا إذا بدنا شيء يكون ناعم ما له كثير جريء أو ما له كثير ملفت للنظر إنه بدي شيء بس كلاسي يعني هيك بس يعطي أكابرية، لا ممكن نختار شيء مع اللولو مثلا من هدول الاختيارات هيك شيء. ممكن نروح على شيء سادة، ممكن نروح على طوق اللولو يلي هاد فيه لولو ثلاث ألوان فمن يعني الحلقة. هذا من الحلاق اللي خلينا نقول هي بتلفت نظر بدها مثلا صبيه رافعه شعرها ممكن على شغل او على لقاء عمل او شيء ما يكون كثير مناسب ممكن على بس اذا لابسه مثلا شيء بسيط ممكن اذا نضيفه لزيد لاعمل لمسه خاصه على الاطلال حتى لو راح ترجع لشو لابسه، يعني اذا شخص لابس شيء رسمي خلينا نقول طقم او بليزر او شيء ما كثير بيساعد، بس اذا لا لابسه شيء ساده فهو لا كثير حلو لانه ما عاد بيصير بيتضارب مع الشيء اللي انا لابسته فبيعطي حركه كمان كثير حلوه.
ممكن نروح على السناسل الناعمه خلال النهار لانه كمان ما بتضايق خصوصي بفصل الصيف انه على الشوب و بس اللي لابس فيهم هدول اذا بدنا نقول السلاسل الناعمه تمام يعني انه بيكون الشيء ناعم وبيعطي هيك حركه حلوه على الرقبه مريح خلال النهار ما بيضايقني يعني هدول الشغلات ممكن نروح على شيء فيه شوي الوان اكثر مثل هون او اذا بدنا نروح على الحلق في صبايا بتفضل الحلق اكثر وفي وجوه بالبقلة الحلق انا بتفضلي سلمى الحلق ولا العقد هلأ انا بفضل اذا كان الصلصال فيه يعني اكثر من طبقه فانه يكون الحلق ناعم تمام واذا بدنا حلق مثل هذا مثلا يعني انا بتوقع مثل هدول هن لحالهم ما هم بحاجه معهم قطعه ثانيه يعني هن بيكفوا بالغرض لوحدهم يعني هيك بتوقع يمكن واضح على الشاشه حجمهم كبير بس يعني هدول كافي لهم بيكون ينفعوا لوحدهم هن هيك قطع بنسميها ستيتمنت جولري انه هي قطعه لحالها كافيه انه هي تلفت نظر يعني هي وحده ما يعني مثلا مثل هذا الطوق ما بتوقع بتقدري تلبسي معه حلقه كبير تماما صار ممكن يعني لازم الواحد ياخذ شيء ناعم معه بالضبط او ما يحط يعني انا مثلا بفضل انه مع هيك طوق بهذا الالوان فهو يا بده يكون الحلق كثير قريب من نفس الحجر ناعم او كثير ناعم هذا او ثلاث طبقات ولا اربعه ثلاثه إيه بس هذا هي قطعه اكسسوار بحد ذاتها يعني تماماً. انا بلبسها يعني ما في داعي تضيف لها اي لمسه بالضبط ممكن انا اكملها باساور فيها نفس الحجر او شيء بس هي لحالها كافيه يعني وصيفيه جدا هي الاسوار حلوه كمان هي حجر الفيروز والاونكس هدول كمان كثير عطت هيك فرق خليني اقول يعني هي بس حجار شوفي يعني احجار ولون الذهب مع الحجر يعني حتى لون الفضه او الحجر بيفرق معك بالاطلاله أكيد. يعني احيانا بالحجر حسب الحجر في احجار بتلاقي الذهب معهم كثير حلو في احجار العكس الفضه تماما في كثير احجار بتلاقيها على الذهب ما بتطلع حلوه خصوصا اذا كان شوي لونها فاتح انه حجر السترين لونه اصفر في يعني في احجار على الفضه بتبين جمالتها اكثر حتى الزفير مثلا ولونه كحلي بس غالبا بنعمل مع الذهب الابيض مع انه هو من اغلى الاحجار عالميا الا الفيروز الفيروز او اللون الازرق بيروح مثل ما شايفين مع الفضي كل العالم ومع الذهبي يعني بتحسي انه مع الاثنين حتى اللولو يعني بالضبط. اللولو الابيض كمان بالذات مطواع يعني بيروح اللونين وبيعطي نفس الاناقه عم شوف كمان لكي اشكال ومختلفه للحلق لما نحكي عن تصاميم عالميه هي الفكره كمان جميله لانه كل امراه تطمح انه يكون عندها قطعه جميله تقتنيها رغم حتى بتلاقي لو ما مع مصاري لازم يكون عندها قطعه خاصه فيها جميله فقد ايه كمان هي الفكره الظريفه لما انا اقول ما فيني اشتري ذهب حتى الفضه منه غالي يعني بس عم نشوف القطع ناعمين يعني منه مكلف ما عم نشوف غرامات زياده بالضبط. هي الفكره يعني كيف اجتك اذا نقول كيف تلقي الصبايا لإلها بظل هي الظروف هلا اول شيء كانت الفكره انه انا اشتغل تصاميم ناعمه ان كان بالذهب او بالفضه بس بحيث انا لاقي شيء ناعم بيشبه شخصيتي يمكن لانه كان بدي شيء انه انا ما عم لاقي بالسوق فقلت بجوز كثير عالم كمان عم بتدور ما عم تلاقي فحاولت انه اعمل شيء ناعم بلشت بالفضه كتجربه لحتى اشوف الاقبال حسيت كان كثير مريح وكثير كثير العالم حبت الشيء اللي عم نعمله فكملنا بهذا المجال وقت صرت بدي اعمل شوي الموديلات الكبيره رحت على النحاس لانه مثل ما قلت ما بيوزن كثير يعني هي الموديلات اذا بدي اعملها على الفضه فبتوزن كثير بالتالي بصير سعرها كثير اغلى خصوصي انه اصلا الاحجار هي غاليه فما في انه كثير حمل عليها فصرنا نعملها بالنحاس وهي النحاس احسن بهي الموديلات لانه طري وخفيف بالوزن يعني هذا الحلق مثلا قد ما كان كبير بس هو ما فيه وزن يعني هو صحيح كثير كبير مبين بس ما بيضايق وزنه خفيف ما بيضايق وقت اللبس يعني هي من الشغلات اللي كانت بتهمني انه الشخصي الصبيه اللي بدها تلبس الحلق ما تشلحه بعد نص ساعه تقول ماله مريح مثلا لانه خلص يضل معها يمكن بيعانوا منها حتى بالاكسسوار يعني مثلا تماماً. اذا صبيه جابت قطعه اكسسوار ثقيله فبتقول لك انه ما قدرت كفي السهرة يعني ما قدرت أقعد فيه القعدة كلها اضطريت أني أنا أشيله فهذا بنلاقيه هون لا يعني خفيف يعني نور أنت مسكتي الحلق من عندك قديش حسيتيه خفيف ما في وزن انا عم شوف القطع يعني خصوصا اللي فيهم احجار لانه هو اللي بيعطي احيانا التقل الحجر نفسه لك يعني هيدا حجمه كبير ما في وزن وملفت
تماما. يعني ناعم حجمه كبير ملفت ما في وزن، هي لانه نحاس فعلا اذا بتشوفي وزن فيها فقط لوزن الحجر بالضبط. هو يعني فقط وزن الحجر. هون اخترنا حجر الاماتيست وهو ما يعتبر من الحجر اللي فيه وزن ثقيل، بس انه بالنهايه فيه وزن، يعني هذا حجر. فبحاول يعني انه ما يكون اكثر من وزن الحجر هو اللي موجود على الاذن، لانه بالنهايه ممكن عندك مناسبه 3-4 ساعات بدك تضلي لابسه الحلق، فانا يعني بحاول انه قدر الامكان صبيه تضلها بس توكلي المناسبه، ما تشلحوا بعد نص ساعه لانه تضايقت منه او شيء. طيب التكلفه الماديه لو حكينا يمكن فيها بالبدايه كيف عم تكون؟ يعني ضمن متناول، لانه نحن عم نشوف يمكن ظروف صعبه وكل الصبايا عم يتابعون عم يقولوا انه مثلا انا حابه احصل على اطلاله جميله بس بالنسبه لي مكلفه ماديا. هو حلم كل صبيه وسيده انه تكون جميله واطلالتها انيقه. الاسعار هلا انه حتى نحاس منه رخيص، الفضه غالي نوعا ما يعني غير تمام. فلما نعمل بالنحاس وقطع بسيطه، يعني انا عم اقول كم جرام ممكن انا يعني بدي اشوف هاي كم جرام ممكن تكون نحاس لاحكي انا هلا. هو النحاس بهي الحاله ما يعني ما بيتاخذ بالجرام، هو بالقطعه لانه بينشغل لحاله. هلا هون التكلفه بتزيد عنا لانه مركب زيركون، لانه الزيركون الازرق اغلى من الزيركون، يعني الزيركون الملون خلينا نقول بشي سعره اغلى من الابيض. ف يعني هاي التكاليف اسعار هي الظروف هلا اكيد، بس هي بتصفى بمراحل معينه. يعني انا ممكن اخذ اسواره بلا حجر لانه الحجر مكلف ممكن يعني بالضبط فينا نحن نخفف هدول الشغلات. بالفضه هن بالنهايه كل شيء صفيان هو له سعره، بس بالنهايه نحن لانه عم نعطي قطعه هي رح تقيم رح تمد رح تضل مثلا سنتين ثلاثه، ممكن بعد 5 سنين انت تضلي عم تلبسيها. وكثير بنلاقي مثلا صبيه عندها طوق فضه برقبتها بتقول لك هديه من امي من 7 سنين، انه هو شيء انا رح يضل معي بقدر استخدمه امتى ما بدي مره ثانيه. ما بيحتاج غير هيك الرتوشات صغيره انه تنظيف او شيء، ولهيك بتكون سعرها اغلى لانه هي هي انه هو موجود يعني رح يضل موجود معي في هذا له انه رح يكون عمر، فلهيك بكون تماما سعره معه تماما. اكيد كمان قبل يعني ما نختم حديثنا ساره كمان نحكي دائما بنقول في بعض الاخطاء بيرتكبها الصبايا باختيار الاكسسوارات وخصوصا اللي بتتبع الموضه. يعني مثلا السنه الماضيه شفنا موضه لبس كثير اكسسوار، صح. كل ما كثرت اساور كل ما كان احلى، علما انه في اجسام ما بتلبق لها بعض الاكسسوارات، وفي صبايا مثلا ممكن اللي عندها رقبه طويله غير رقبتها قصيره، ان كان باختيار الحلق باختيار السلسال. خلينا نحكي نصائح على هذا الموضوع لو سمحتي. هلا هي دائما النصيحه بتكون انه هي الموضه كثير حلوه كثير بتكون دارجه وموجوده حوالينا، بس هي مو للكل. يعني دائما الموضه بتطلع لاشخاص معينه، فانا بدي اعرف اذا هي الموضه بتلبق لي ولا لا، بتلبق لي او لا، ان كان بالاكسسوار وحتى بالثياب نفس الشيء، مو كل الاجسام تلبق لها نفس الموديلات، ونفس الشيء بالاكسسوار. في عالم ما بيلبق لها الخواتم مثلا، في عالم ما بيلبق لها الحلق، فهي بترجع لشكل الوجه للكاركتير كمان. يعني في شخص بتلاقي اذا صبيه بتكون دائما بتلبس حلق، اذا شفتيها بلا حلق بتحسي في شيء ناقص بشكلها. فانه انا في ناس مياله للحلق، في ناس مياله للعقود، بس يمكن بالاونه الاخيره عم نشوف كمان هلا مثلا بالصيف وعلى البحر في اكسسوار. يعني قبل ما كنت تشوفي هلا عم تشوفي في اكسسوار واكسسوار هيك بارز على البحر قبل ما نشوف. يعني الموضه تختلف من عام لعام ومن سنه لسنه، لانه صرنا كثير نهتم اكثر حتى بشو بنلبس على البحر، حتى بشو الشنطه اللي بنحملها وشو شكل المنشفه، فصرنا نهتم بهدول التفاصيل. فبالضبط هي اطلاله بالنهايه، حتى لو على البحر هي اطلاله، فانا بدي اكملها بالاكسسوار اللي بيناسبها، ان كان من خيل، ان كان من طواق طويله، ممكن شيء طوق طويل يتناسب مع اللبس اللي انا لابسته بالوان شوي جريئه، ممكن حلاق كبيره. فبالنهايه يعني هي اطلاله، فانا بدي اهتم فيها بهدول التفاصيل كلهم، ممكن خواتم، ممكن لا كثير اساور، فهي بترجع لشخصيه الصبيه، شو بيلبق لها، شو بيتناسب مع شخصيتها، وهي شو بتحب، شو بتكون مرتاحه. اكيد يعني دائما هيك نصائح لطيفه بتكون من ساره، ونفس الوقت قطع جديده. يعني نحن بنقول دائما مساحتنا لما بنجيب حدا من اللي بيشتغل اشغال يدويه شو ما كان يكون سن الصبيه او السيده اللي عم تعمل مشروع بظل هذا الوقت لحتى تبدع فيه، بدنا نقول انه نحن بنكون فخورين كمان لما طبعاً. يكون في عنا صبايا عم بينافسوا
الماركات العالمية، ولكن بشيء بسيط بقدرة أي حدا فينا يجيبه. بدنا نشكرك كثير سارة. شكرا لكم، ميرسي كثير على الاستضافة. نشكرك مصممة الاكسسوار سارة عبود على وجودك معنا، بتمنى لك التوفيق وإن شاء الله يا رب فيكي نشوف اسمك عم يلالي بجميع البلدان العربية. ومثل ما قلتي نحن فخورين دائما بكل الصبايا والسيدات السوريات، دائما في مشاريع بيخلقوا من ولا شيء أشياء كثير مهمة تماما. إلى وقع خاص. وبدنا نوجه تحيه للمراه السوريه، يعني رغم كل الظروف دائما جميله، يعني دائما عندها اطلاله خاصه ودائما بتلاقي حل لتدبر امورها لتحافظ حتى على شكلها. شكرا لك ساره. ميرسي كثير لكم. شكرا شكرا كثير ساره.